سيدي اخي رزيل محمد السلام عليكم استاذ خيال تصوروش السلام عليكم استاذ خيال زين محمد الضلدة اليوم حنبداج الملف ديال التهم المدني اللي كان من كان ان احنا نديروا مطالب مدنيه الا ان انا ما ارتئيش بان باش ندير مطالب مدنيه لان الملف غير جاهز لان تم اجراء اجراءات تحقيق وتكميليه لان ارتئيت بان قاضي التحقيق ماداش لان لا يعقد ملف من 2007 حتى 2019 غادي يعتقلوا المعتقلين مع العلم ان قاضي من حال السيد وكيل العام الملك على قاضي التحقيق الملف ضد المجهول بأن جريمة قتل ضد المجهول إلا أن السيد قاضي التحقيق انتدب الفرقة الوطنية وخرج الفرقة الوطنية فتقول بأن بناء على الهواتف النقالة باش عرفوا بأن الدراري متورطين إلا أن قاضي التحقيق كيقول ما عطاونيش معطيات من بعد 11 الليل خاصة عرفوا دوك اللي من 11 الليل اللي هما دوك الهواتف النقالة اللي خرجت هاتف القاضي نخابرة مور 11 الليل والدور ديال الدراري سالا مور 11 الليل كان حتى في المحضر وكان العميد الشرطة ديال الضبطة القضائية في مختفول قال بأن ديك الساعة 10 11 الليل هاد التمركز كان عندهم تما 10 11 الليل اذا المعطيات من 11 الليل شكون اللي دار داكشي الجريمه الدراري هما قتلوا وانا كنت قلت السيد الرئيس كنت شفت واحد الصوره اللي كنت وريتها للهيئه الاولى وفعلا رئيس اول رئيس الجلسه الهيئه المحترم الاستاذ عجمي قال كيوريهم واش كتعرفوا هاد الصوره يقلب عليها ما قاش وتيت انا قال مضروب راسه في واحد صالون حتى الاستاذ عجمي اكد لي ذلك انا كنت قلت قبل من الوالده ديالو قالت لي ما شفتهاش من جات رجع نجيبها قالت الصوره مشات اذا هنا كان جريمه قتل لان كان جريمه على التوقع اللي دار بان قال لك مشاو سيدي رحال ما مشاو سيدي رحال ولا مشاو بانوما مشاو بانوما ديك الساعه ملي رجعوا من بانوما داروا ما داروا تفصعوا الدراري كان عيد ميلاد تما راك ديك الشهيده اللي جات عيد ميلاد ما مجبوتش في المحاضر خاصو يجبد محاضر لان هذا الاستراء كان من الاول تاسع لان لا يعقل بان الوكيل العام الملك تحل عليه هذا الملف بهذه المشاعر ديالو وتحل الاستاذ المعروف دابا باقي نائب وكيل العام معروف باقي في المحكمه الاستئناف هنا ونائب واحد اخر وكيل العام ووكيل العام فراسو ووكيل الملك ديال محمد فراسو هذا الملف لان كان بعد بين اخذ ورد بين المحاكم لدرجه ان وزير العدل كان تدخل الله يرحمه استاذ مزوبه بانه كان يدير مراسلات فينا هو هذا الملف فينا اذا هنا كاينه شي حاجه في نفس يعقوب هنا بين قضيه لان ما يمكنش لا يعقل بان يدير واحد الجريمه هي بشعه لان تخلصوا من الكارطاب ديالو من سوارته من ما خلاوش الاثار اذا كان على ما خلاو حتى شي اثار كانوا خاصهم يجيبوا بعد اول لان من لقاء قالت الميت لقاء جو تالي انها تختفى في ثلاثه اربعه اختفى في 14 3 2007 وما تلقات الجثه حتى 19 2009 حتى 19 في شهر 19 يوم من بعد اذا ملي تلقات تلقات ديك الجريمه راه شتو المشاعر ديالها اللي قاطعين السيد الدري راسو من الغضارف وكاين هادشي في المحضر ديال الدرك الملك تحت الاغصان تحت وكاين في الدرك الملك هادشي طبيعي الشيء اللي كانت كتقول لك ها هي قرات على السيد الرئيس المحترم الهيئه المحترمه كتب بان طبيعي الشيء كتقول بانه ما بأن هو ما كاينش لا كتقول غضارف الحيده قالتها هي عند الدرك الملكي كاين هادشي ما يفيد جات لهنا قالت واحد الدري زوين لقى قد كيفاش في عقل بان طبيب الشريح عندي حق تصب الحوايج ما عندناش حق تصب الحوايج خاصها نجيبوا محجوزات فينا الحوايج فينا الحوايج المحجوزات اللي تحجزوا فينا ما فينا هذاك قالت لنا الشاهده بان ذاك قاو الدري خط الراس بوحده مليوح هيكل عظمي كيفاش طبيب الشريح قالت قاتو القيقي كيفاش هادشي اذا بزاف متورطين في الدين مما فيهم طبيب الشريح ما فيهم ذاك ديال المقبره محافظين القرار لانه وهمنا حنا ودرنا بزاف وكتب علينا راه شتو جرينا قبر 140 وفي الاخر مشينا عندو قال في قبر 140 هذا مش معروف مولاه في السجين وعلاش حنا على هذا الشيء كانوا غيقول لنا هو مشينا وحنا الحمد لله الله مع ناصرنا وغير كنقول الحق كلمه الحق ما خاتمنا حتى شي واحد زين دولينا على المرافعه النيابه العامه مرافعه النيابه العامه
السيد وكيل عام محترم فعلا اكد بان هذو قتلوا وبان تخلصوا ليه من الشكاره ديالو وبان اثار عرف كاين حجروه على الركبتين ديالو وجروه وكاين العنف في رجليه. اذا حنا ما كنهضروش من فراغ لان لاكد لنا هذا الشيء لان هذه انا ما كنعتبرهاش قتل لان ما عندهاش معطيات. لا يمكن كيفاش غيعلل الحكم؟ لكن شي حكم كيف غيدير القاضي ولا الهيئه باش تعلل الحكم؟ خاصك معطيات. هذيك المعطيات راه هي المسطره ديال الدرك الملكي ديال 2007. كيفاش هذيك المسطره فيها ثلاثه في شهر وانتقلوا 25؟ لا يعقل. داكشي خاصو مرقم النائب العام، خاصو يكون مرقم. النائب العام ما قالش بان النائب العام قال بان كانت تحت الاغصان، جات تحت الاغصان. معلوم كانت تحت الاغصان، معلوم كانت تحت الاغصان، ولكن كانت في المحضر، كانت في المحضر بانها حتى ذوك الاغصان داوهم باش ياخذوا لي زومبران ديال راه كاينه. وداك علاش هذاك الساك اللي هكا ديال لاورد، هذاك هذاك انا عرفت انا ديال لاورد عقيله وجبنا الامثال ديال رحت جبت السيد الرئيس. علاش هذاك الساك خاصو يكون محجوزات؟ خاصو يكون محجوزات. كيفاش السياره ما تحجاتش؟ كيفاش السياره؟ لان نهار قتلوه غد ليه جاب له سياره عند صديق ديالو اللي هو في كندا اللي كيتهجم علينا. لكن الراجل يخرج يجي المحكمه، لكن الراجل يكون راجل يكون كل كلمه حق ويجي يقول، لكن عنده الحق يجي يقول الحقيقه ويتمثل في المحكمه. ما بعيداش بديك بلجيكا، بلجيكا راه هنا يجي. شنو الرساله اللي بغيتي توصلي من خلال ان الدور ديال الدراري سالا مع 11 ديال الليل؟ الدور ديال سالا مع 11 ديال الليل، تياكد ديرك قاضي التحقيق، لان قال لك ما عطاونيش معطيات على 11 ليل، لان حتى قاضي التحقيق كيفاش كيقولوا ما تمشيش حنا، قاضي التحقيق كان عنده المحضر ديال المسطره ديال 2009 ديال الدرك الملكي، مي كان النائب وكيل الملك وكيل الملك محمد كان عنده ملي جا قاضي التحقيق عنده وعنده القرص وشاف القرص شاف كل شيء، اذا علاش ما عطيتوش حاجه؟ علاش ما المانع باش تعطونا هذه المسطره؟ ما المانع؟ عندكم الحق ديروا اي يجي الدرك ويجي لنا الكناش اللي ما كيتبحاش وراه فيه القرص، لان الكناش للدرك ماشي بحال الدور ديال البوليس، لان كيكون عندنا واحد الكناش المحضر كله في الكناش باش غناكدوا هذا الشيء اللي كنقولوا. راه هي هذه ضروري محضر المحضر ديال 2007. من خلال المرافعه ديالكم لمسنا انك عندك شكوك في احد المحاضر ديال الضابطه القضائيه. معلوم عندي شكوك، لان كيقول لك ميديتال مثلا، ميديتال مشاو عندها بناني سابي، فينا هو الهاتف النقال ديالو؟ فينا هو الهاتف النقال التمركز ديالو؟ فينا هو الهاتف النقال مع ديال سميتو ديال ذاك هذا المعتقل دابا الثاني؟ فينا هو ما فرغوش الهاتف ديالو؟ علاش؟ كيفاش هادشي؟ كيفاش مشاو ميديتال مره كيقولوا راه عطاونا بان هاد المكالمات ومره كيقول لك ما عطاوهاش لينا؟ كيفاش؟ كيفاش هادشي؟ كيفاش ميديتال قال لك واحد المره كان عندها عطاء تقني؟ هادشي ما كنتفلاوش، هادي راه ارواح الناس، هادي راه الامن خاص يكون في البلاد، هادي راه خاص حق العداله في البلاد، راه ما يمكنش في الطريقه الخطيره اللي حنا غنخبيو واحد الدري غدا نخبيو مخبيو واحد غدا واحد غدا واحد، كيفاش غنوصلوا؟ في غنوصلوا هنا؟ غنوصلوا الفتنه؟ اذا حنا انا التمس في القاضي والهيئه المحترمه راه ما يمكنش يدوز بيف، راه ما يمكنش يكون تحليلات في هاد بيف الا بناء على الخبره على الهواتف النقاله وعرفوا التمركزات، لان كاين هواتف ديال الاباء تما خاصهم التمركزات ديالهم تما، خاصنا نشوف فين دار الجريمه وفين كانت ديك لان مع 11 10 راه هذاك قاصر رجع بات في الدار ديال ذاك المتهم. الشاهده ميم راي، الشاهده ميم راي راه كان عيد ميلاد ديالها، ما انا غنكرها لان ملي كان هابط قال لي خوف في الدروج كبير قال خوه انا غادي نمشي لعيد ميلاد ديالها، واخا ما قالهاش مورا قالها كان عيد ميلاد ديالها. جات هنا هي اعترفت لمو الصديقه ديالها جات ادات اليمين القانوني هنا قالت قسما بالله حطت على القران تا قتلوا حركوا ولا حب الحرب. واحد التسجيل صوتي ما بين الام حياه وشريك العائله، اشنو هو التسجيل الصوتي تفريغ؟ لا لا هذاك غير ما بين اختها وام هذاك ماشي، ولكن اللي اكد بانها كذبات، اللي اكد انها كذبات لانها كانت معاهم مع جوزونس اللي كياكد ذلك هو القاصر، كاين في محضر لان القاصر قال لك مع جوزونس كانت معنا فلانه، لان كانوا ثلاثه الدريات والدراري. الساده وبالنسبه كي جاتك المرافعه ديال النائب العام؟ جاتني مرافعه جيده، لان النائب العام كنعرف واحد نائب هو نازي جدا، لو ما كانش نازي ما يحضرش هذا الملف، لان هذا ملف كبير، لو ما كانش عنده واحد الوزن وعنده واحد الثقافه معينه، ما يعطوش ماشي مستاهل يعطوك غرفه الجنايات، خاص تكون متاكد من الناحيه القانونيه، باش غتعطيه باش تكون وكيل نائب وكيل العام في الجلسه راه كيوقف، خضع واقف.
راه وقف وكيرافع وقال لك بان تتعيب نتوما لان مجرور، لكن لا من بعد 11 الليل شكون اللي خطا الراس شكون اللي حيد هادشي؟ هادشي ما يمكنش، خاص اذا خاص ضروري تحقيق، لان البيت عمر ما كان فيه تحقيق. زملائي صورك اخر سؤال، الا بانوا واحد السماسره في هذا الملف واش غادي تطالبوا بالمشابهه؟ لا حنا باقيين غنديروا سكوت العصابه الاجراميه ياك عندنا لا قال الناس مغايين بسمياتهم لكن تدنا درنا شي كارت حتى سنت النهار علاش؟ لكن دابا غنعاودها وما غتحفظش وغادي يجري قانون. تحياتي مراد.